دونك بطبيعه الحال هنا رانا مسؤولين في هذه الولايه هذه، والمسؤول لازم يكون في اتصال مع ممثلي المجتمع المدني، ولازم يتابع كذلك الصحافه الوطنيه، ولازم يتابع كذلك ما يجري على منصات التواصل الاجتماعي. بطبيعه الحال انا عندي منذ يعني منذ مده وانا نشوف بلي باش الناس اللي ساكنين في دوار بوزيان 2 يديروا يعني في طالب زياره الوالي الى هذه المنطقه هذه، وطرحوا العديد من المشاكل. يعني عندي شحال وانا مبرنمج في هذه الخرجه هذه، ولكن الظروف ما سمحتش. اليوم الحمد لله رانا متواجدين مع المواطنين لهنايا، ورانا نستمعوا للمشاكل نتاعهم. بالفعل كاين نقائص على مستوى الدوار هذا، وحنا كنا يعني على كل حال استكلفنا بها على مستوى الولايه يعني قبل هذه الزياره هذه، وان كنا خصنا مبالغ ماليه، وكم شفتوا يعني بالنسبه للغاز وبالنسبه للكهرباء يعني تم تعيين المقاوله، وفي القريب العاجل ينطلقوا في الاشغال. هذا دليل على باش السلطات المحليه تكلفت بهذا الجانب هذا يعني قبل هذه الزياره هذه. الامر الثاني كذلك عندنا يعني لاسينيسمو والطريق ثاني، هادو سننطلق بهم ثاني في القريب العاجل ان شاء الله، ونظن تبقى لاميناجمون. دونك اذا كان فيه امكانيه والاموال كفتنا نزيدو نديرو لهم لاميناجمون، الا ما كفتش الاموال يعني يكون هذا الشطر الاول والشطر الثاني ان شاء الله، سواء في الميزانيه التكميليه سواء في الميزانيه نتاع العام القادم ان شاء الله نديرو لهم التهيئه، وهكذا نكونوا تهنينا من كل يعني المشاكل اللي يعيشها المواطن على هذه المنطقه هذه.